Ik heb ouders, ze gelaten nu. ماما أحيانا بتفوتنا على البيت بتلبسنا وبتاخدنا على البستان تبعنا رسالة طحالة خزب خبز. لأنه هلا أول شي الحقيقي يعني بيطلع أجمل بشي الخيالي. رسمت وردي بتمناها مثل ما كانت. ما فيها حرب. بس حابة بس لأرجع سوريا شوف حارتنا وشوف بيتنا رفقاتي والبناية تبعيتنا وجناني. قطار البنت بدها تطلع بالقطار لتروح على سوريا. رسمت قلب بتملى بالقلوب إذا سكر بيكون مطفى إذا فتح بيكون مضوي. Thank you.